فهذه فضل الصدقة. الناحية الثانية الأخ أبو عبد الرحمن طلب قصة، مالك بن دينار يقول أتيت الكوفة فإذا هي قد أجدبت وهلكت الزرع والضرع، فجلست في المسجد لي حاجة، فجلست في المسجد فإذا بأهل الكوفة من ضحى ذلك اليوم مجتمعين يصلون يدعون الله في الغي حتى صلوا العشاء، وانصرفوا هم وأطفالهم ونسائهم حتى يمكن بعض حيواناتهم جايبين عند المسجد، فلم تنزل قطرة ماء. فلما صار الهزيع من الليل أتى رجل دميم الخلقة أشعث أغبر أسمر عليه خرقة يستر فيها عورته، فصلى ركعتين وسجد فأطال، فما رفع رأسه إلا والسماء انشقت كالقرب. كالقرب غارقت الدنيا كلها. يقول فخرج قبل الفجر، فقلت في نفسي أن هذا الرجل صالح ومستجاب الدعوة، لابد أن في عنده خبيئة عند الله سبحانه وتعالى. فيقول تبعته في الظلام وهو لا يشعر، ففتح ذلك الباب ودخل، يقول أنا أخذت على أساس ما ضيع وطلست جزء من الباب بالطين علشان الصباح أجي أدوره. يقول كنت قادما لأشتري عبيد، فسألت ومن هذا؟ قالوا هذا باب نخاس. فقلت ما عندك يعني أني محتاج لبعض العبيد على أساس أستغلهم وأشغلهم عندي؟ فيقول فرجني على كل اللي عنده. يقول أنا هدفي الأساسي أن أشوف الرجل هذا وين هو، هل يدخل بها الحوش؟ يقول وراني هذا، قلت لا يصلح وهذا لا يصلح وهذا لا يصلح. فيقول حنا طالعين ما حصلت الرجل، فإذا بكوخ، كوخ مهترئ. قلت وهالكوخ من فيه؟ قال فيه شخص لا ينفع بأي شيء، لا ينفع بأي، كبير في السن، طاعن، لا يسمع، ثقيل السمع، قليل الحركة، أبجر، بطنه كبير. فيقول دعني أراه. أقول لما فتح لي اللي هي المظلة هذه أو شيء، وإذا به صاحبنا. فقلت اشتريته؟ قال ب50 دينار. قلت أنقذك فيه 100 دينار لو شئت. فأقول اشتريت؟ قال وش تبي فيه؟ ما قلت والله أنا يعني أنا الرجل هذا هو المقصد اللي أنا أريده. فيقول أخذته وذهبنا إلى المسجد، نقدت الرجل القيمة وذهبنا إلى المسجد. يقول صلينا العصر والمغرب والعشاء، طبعا نبات في المسجد. فيقول لما صار في الليل قام يصلي. فيقول قمت إليه بعد أن سلم وسألته أهل البلد كلهم بحيواناتهم وأطفالهم ورجالهم ونسائهم يسألون الله لم تنزل نقطة ماء، فما هو سرك؟ قال ماذا رأيت؟ قال رأيتك أتيت آخر الليل وصليت ركعتين فانهمرت السماء بالمطر. فقال عرفت هذا؟ قال نعم. فيقول تمثل ببيتين: يا صاحب السر إن السر قد ظهر، ما لي بشأن إذا ما السر قد كشف، أو شيء من هالقبيل، أنا لا أحفظ. فيقول قام يصلي. يقول لما صار في السجدة الأخيرة ما سمعت إلا تغرته، رحت أقلبه وإذا هو قد توفي. الله ها سم عند البيت اللي يا صاحب السر إن السر قد ظهر، فما لي بشأن إذا ما السر قد ظهر، أو شيء من هالقبيل، يعني ما أعيد البيت. كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى خبيئة، وأنه سر ولا يعلم فيه أحد. فقال لما انكشف السر الآن ما لي قيمة في الحياة. فسبحان الله العظيم، قبض الله روحه وهو ساجد. الله. هذه من القصص التي تحث على حسن النية والتعلق في الله سبحانه وتعالى. الله. وحب الله. الآخرين، حتى وإن كانت حيوانات أو شيء من هالقبيل، لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أحسن. هذا ما لدي، وقد يكون عند الأخوان أحسن. وأشكركم على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا اليوم كنت أقول أول شيء، أنا اليوم سعيد أني شفتكم والتقيت بكم
عقب